مرحبا حبايبي، كيفكن اليوم؟ بدعمل أنا وياكن طريقة حلو كتير سهلة وبسيطة بمكونات غير مكلفة وكتير رائعة وطيبة، بتبورد بالصيفية على القلب بهيدا الشكل الحلو. مكوناتها متوفرة بكل بيت، ضيف شوي جوز الهند بتعطي شكل كتير رائع. عندي حامضة، أول شي ببرش شوي من قشر الحامض، ببرشهم بالطنجرة. بدي شوي برش، ما بدي كتير. بضيف كوبين حليب، كوب اثنين، حطينا كوبين حليب، ملعقة ونص سكر، ملعقة ونص نشا. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس بلش عنا الخليط يشتد، هلا بضيف ملعقة صغيرة زبدة. بحرك لتدوب عنا الزبدة. مثل هيدي الكمية اللي عملتها، احيانا بحط ملعقتين نشا، احيانا ملعقة ونص حسب نوعية النشا. بس غلى عنا الخليط بنطفي الغاز وبحطهم باكواب او بكاسات. بس عملنا اول طبقة، هلا بكفي انا وياكم الطبقة الثانية. الحامضة هي زيتها، بقصها وبدي اعصرها. نعصرها ومنشيل منها البزر. شيل البزر اللي طلع عنا. ضيف كوب مي، ملعقة طعم سكر، ملعقة طعم نشا. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس بلش يشتد عنا الخليط، هلا بضيف صبغة. ضيف صبغة لون أصفر. هيدا اللون كتير رائع. هذه الصبغة اللي ضفتها خاص للحلويات وللأكل، ما فيها أي ضرر. نطفي الغاز. بتركن على المجلى ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي نص ساعة. هيدي الحلو اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي. نقدر نقدمها بهيدي الطريقة كمان.